أهدى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة الإنجاز الذي حققه الفريق الملكي للقدرة بحصد لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وهو الإنجاز الثاني الذي تحقق بعد أسبوع من الإنجاز الدولي الذي تحقق في بطولة العالم للقدرة. جاء ذلك في تصريح لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، وذلك بعد فوز الفريق بلقب البطولة عبر الفارس محمد عبد الحميد الهاشمي بالمركز الأول في الجواد أو مع الجواد ليون في البطولة التي أقيمت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لمسافة 120 كيلومتر بمشاركة 204 فرسان من 40 دولة من مختلف من دول العالم. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن هذا الإنجاز ثمرة دعم واهتمام ومتابعة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لرياضة القدرة التي سجلت أمجادا سيكتبها التاريخ بأحرف من ذهب، خصوصا وأن إنجاز كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في المملكة العربية السعودية جسد المسيرة الناجحة التي تسير عليها رياضة القدرة البحرينية، ويعتبر الإنجاز امتدادا لسلسلة من الإنجازات العالمية والدولية التي حققها الفريق الملكي للقدرة في المحافل الخارجية، وكان آخرها الفوز بالمركز الأول والميداليات الذهبية في بطولة العالم للقدرة الأخيرة والتي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن الفريق الملكي للقدرة سجل محطة بارزة في هذه المشاركة والتي تعتبر من البطولات الكبرى في العالم، ودائما ما تشهد منافسة قوية ومثيرة طوال المراحل في ظل المراحل الصعبة التي تشهدها البطولة. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفرسان الفريق الملكي للقدرة وجهودهم الكبيرة في تحقيق هذه النتائج المشرفة وتسجيل اسم الفريق الملكي والفرسان في سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل. هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على التواصل والمتابعة مع الفرسان والجهازين الفني والإداري للفريق الملكي للقدرة منذ الصباح الباكر وحتى نهاية السباق والذي استمر لأكثر من 7 ساعات، حيث شكلت هذه المتابعة والتوجيهات الحافز الكبير لفرسان الفريق في تقديم أفضل المستويات وإنهاء السباق بنجاح في المراكز الأولى. وتوج الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للفروسية فارس الفريق الملكي للقدرة محمد عبد الحميد الهاشمي بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة 2023. بداية الحمد لله على كل حال، أحب أشكر صاحب سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد جلالة الملك. الحمد لله أداءنا كان جدا جميل ومتفوق في كأس العالم، ولكن مر 6 أيام على كأس العالم وسمو الشيخ ناصر حب يسوي إنجاز جديد وقال لنا أني سباق العلا لأن السباق غالي عليه وغالي على الجميع، والحمد لله مشينا على شورة على تكتيكة وحصلنا على المركز الأول والثاني، ولكن الثاني ما حالف الحظ. في كل الحالات الحمد لله الأداء كان جدا جميل.